مثل ما أنتوا عارفين الآن أغلب السنة دراسة، لذلك لابد ندور راحة أطفالنا ونشوف لهم الأشياء المناسبة اللي توفر لهم أكثر راحة وأكثر إنجاز. وفرت لكم جوهرة طاولات مدرسية بألوان جداً مميزة وبجودة جداً عالية، متوفرة باللون البني الخشبي مع الرمادي المناسب للجنسين، واللون الوردي المفضل لدي البنات، واللون الأزرق المناسب للأولاد. سطح الطاولة مصنوع من الخشب بتصميم عملي ومريح، وتتميز بوجود مكان مخصص لوضع الأدوات مثلاً القلم، وبأعمدة من الحديد باللون البيج الفاتح. وشوفوا معاي سماكة الحديد ما شاء الله جداً قوية. وتجي الطاولة في الأسفل بقواعد من البلاستيك باللون الأسود لحماية الطاولة من أي خدوش وأي انزلاق. وأهم ما يميز هذه الطاولة تجي في الجانب بتعليقة نقدر نحط فيها الحقيبة المدرسية. وهذا شكل الطاولة من الداخل، تجي بدرج بتخزين واسع. وهذا شكل الكرسي، يجي ظهر الكرسي مصنوع من الفيبر، أيضا مقعد الكرسي مصنوع من الفيبر. أعمدة الكرسي من الحديد مطلية باللون البيج وبقواعد باللون الأسود. وعشان يسهل عليكم حمل الكرسي يجيكم هنا بمسكه.